اول شيء شوف الصورة، هي حلوة لانه محرز مستخدم استشوار بعد ما راح الشعر، يعني هذا الحلو الموضوع. بس انت شوف الحلو ان كل صورة مأخوذة لك من زاوية مختلفة عشان تتأقلم على شكلك بدون شعر. بس السؤال نواف، انا لك بنتفق على السؤال، ايش رايك نواف في نسامح ميدو خلاص يعني؟ والله انا ما عندي مشكله. ايش رايك؟ والله حبيبنا ميدو. الجمهور راح يضربنا انا وانت. لا لا انا صراحه ما تنازل. ما تنازل؟ وانت؟ والله انا اتنازل. والله نواف طيب. اتنازل. نواف طيب. بس انت مشكله ما وعدت نواف بس. لا ما تنازلش انا. هو وعد ثابت على موقفك. احلى احلى والله. احلى والله يوم السبت. طيب نحضر سيناريو سيناريو جيد يعني، لازم الساده المشاهدين كلهم ينتظرون. بس الناس تطالب الان بالموس، رافضه موضوع الماكينه. مو لا موس لا مكنه واحد، لا مكنه واحد كويس. موس احنا بنحضر سيناريو كويس ان شاء الله. وبتطلع في اليورو بنيو لوك يعني. نيو لوك. وانت اصلا لعبت باللوك ده وكان شكلك مقبول يعني. مع توتنهام لعبت توتنهام وروما والزمالك. وكان عادي الموضوع يعني، تعود يعني. بس ما اسمحللتش بالبارحه قبل كده. هذا السيناريو الجديد. مش عارف شكلي هيبقى عامل ازاي، ممكن بي ان يقتلوني بعد ما احلى، ممكن احلى تتم اقالتي. لا بس هذه بس مره اخيره اذكرك فيها، لانه فعلا يعني صوره صراحه يعني مميزه يعني صراحه. يا ابني عايزين نروح. لا فقط هذه فقط للتذكير يعني بس. وحشه قوي الصوره دي. ها؟ وحشه جدا الصوره دي. بالعكس انا اشوفها حلوه. طيب احنا وصلنا الى الختام. نواف اترك كلمة اخيرة. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة